بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، اليوم نتناول الدرس الثاني من الوحدة الأولى. تناولنا في المحاضرة السابقة أو في الدرس السابق ظهور مظاهر الحضارة العربية قبل الإسلام. هنتناول النهاردة الدرس الجديد ظهور الإسلام. في هذا الموضوع سوف نتناول النقاط الآتية. بنتناول ملامح عن قلنا عندنا عن شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنشوف ملامح عن شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وتتمثل في الآتي. أولا بنشوف مولده. بنجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم 12 من ربيع الأول، العشرين من أبريل عام 570 ميلادية، وهذا العام عرف بعام الفيل. بنجد أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم واجه العديد من الصعوبات التي واجهته منذ طفولته. صعاب واجهته منذ الطفولة تمثلت في الآتي: ولد يتيما حيث دفن والده في يثرب، وولد يتيما قامت أمه آمنة بنت وهب وقامت بإرساله إلى مرضعة في بني سعادة، وأبقى هناك 4 سنوات في فترة طفولته. كذلك أيضا بنجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد ألا يكون عبئا على عمه، فبنجده خرج ليعمل في رعي الأغنام وتربية الأغنام، ونتج عن هذه التربية الصبر والتحمل. كذلك أيضا الرسول في شبابه، بنجد أيضا الرسول خرج في الرحلات التجارية إلى بلاد الشام، وكان في نفس الوقت يتعلم التجارة، ونتج عن تعلمه هذه التجارة التواصل والتفاهم مع الآخرين. بنجد الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وهو في سن 40. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى غار اسمه غار حراء، وكان يتعبد فيه ويتأمل ويفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى. كل ذلك ملامح عن شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وفي طفولته. فإذا وجدنا الرسول، شفنا مولده، شفنا الصعاب التي واجهت الرسول عليه الصلاة والسلام، شفنا أيضا في شبابه أثناء رحلاته التجارية. بنتناول هنا سؤال. لما يجي لي السؤال هنا بيقول لي دلل على صحة هذه العبارة: واجه الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الصعوبات في طفولته. بنيجي هنا الصعوبات بتتمثل في ايه؟ محمد يقول بنقول الصعوبات رقم 1: ولد يتيما قامت امه آمنة بنت وهب بارساله الى مرضعة في بني سعادة، وظل 4 سنوات في طفولته في هناك في هذه الرضاعة وفي هذه الحضانة. كذلك قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يريد ان يكون عبئا على عمه حيث قام برعي الاغنام. دي صعوبات واجهت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الصعوبات أدت إلى تكوين شخصية محمد عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى النقطة الأخرى. بنجد هناك بعض السمات لشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. السمات التي تميز بها الرسول عليه الصلاة والسلام، بنقول أول حاجة القدرة على حل المشكلات. شوف لما شخصية محمد عليه الصلاة والسلام القدرة على حل المشكلات. في مشكلة حصلت بين القبائل، وهذه المشكلة أن تكون الحرب بين القبائل، وهو كيفية وضع الحجر الأسود. فبنجد الرسول عليه الصلاة والسلام اختاروه ووقع عليه الاختيار لحل هذه المشكلة، وقالوا نريد أن يكون محمدا هو الحكم. شوف مدى تفكير الرسول، مدى قوة الرسول في حل هذه المشكلات.
فبنجد طلب منهم إحضار ثوب. حضروا هذا الثوب زي الجلباب زي العباية، ووضعوا الحجر الأسود في قلب في هذا الثوب، وطلب ملفه، وطلب من كل قبيلة أن يكون لها ممثل في أن يرفع الحجر من خلال هذا الثوب، ووضع الحجر في موضعه. هذه قدرة استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينهي على خلافات كادت أن تكون بين القبائل أو تنشب الحرب بينهم. أيضا من بعض السمات التي يتميز بها محمد عليه الصلاة والسلام بنو المناصرة طلول المظلوم. شوف لما يكون واحد مظلوم ويروح لشخصية معينة في بلد ما ويقوم بحل هذه المشكلة. ايه المشكلة دي اللي حصلت؟ ان في راجل كان بيبيع ابل، وهذه الابل اشتراها منه ابو جهل، وامتنع عن اعطائه ماله او النقود او ثمن هذه الابل. فبنجد هذا الرجل انا اروح لمين؟ مفيش راجل يحل هذه المشكلة، مفيش راجل يستطيع ان يقوم بحل هذه المشكلة. فذهب الى محمد، وقام محمد بالذهاب الى ابو جهل وقال له: لماذا لم تعطي هذا الرجل ماله؟ فاجبر الرسول عليه الصلاة والسلام اجبر ابو جهل على ان يقوم بدفع ثمن هذه الابل الى الرجل. هذا يدل على مدى التمكن ومدى التفكير السليم عند الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا التفكير، بنجد ايضا من المميزات التي اعتمد عليها الرسول او من سمات شخصيته رغبته في التفكير والتأمل. فبنجد الرسول كان لديه القدرة بنجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان لديه القدرة على التفكير، فأيضا وكان بيتأمل، كان بيذهب إلى غار حراء في شمال غرب مكة ويتأمل ويتعبد في هذا الغار. بيتأمل في إيه؟ من الذي خلق هذا الكون؟ من الذي خلق هذه الكواكب؟ من الذي خلق هذه النجوم؟ وأخذ يتعبد في هذا الغار إلى أن نزل عليه الوحي. إذا بنشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان له بعض السمات. زي ما نقول الشخصية الفلانية لها سمات، إيه السمات؟ ده الراجل ده له قدرة على مناصرة المظلوم. الراجل ده له قدرة على حل المشكلات. الراجل ده له تفكير لا يوجد أحد مثله في تفكيره، فكانت شخصية فريدة. بعد ذلك بنشوف نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. بنقول نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كان يتعبد في غار حراء. وهذا التعبد في غار حراء نزل عليه سيدنا جبريل وقال له: يا محمد أنت نبي هذه الأمة. فالرسول خاف. وبنجد نزل عليه أولى الآيات التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي سورة اقرأ. هذا دليل على أن الإسلام يدعو إلى العلم وضرورة طلب العلم والتعليم. فبنجد الرسول لما نزلت هذه الآيات ونزل عليه أي سيدنا جبريل عاد إلى زوجته السيدة خديجة وكان مرتجفا خائفا، فبدأت تهدئ من ثورته ومن خوفه، وذهبت به إلى إحدى علماء التفسير وكان ابن عمها هو ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل قال لها: هذا هو الناموس. فبنتأمل له أن يكون له أنه نبي هذه الأمة، كما نزل أيضا هذا الناموس على سيدنا عيسى عليه السلام. إذا بنقول شوف المشاكل، شوف شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، الوحي نزل عليه عليه الصلاة والسلام وبيتعبد في حار حراء، شفنا وقوف زوجته بجواره الذي أخذ تطمئنه وتهدئه من أجل أن يكون هادئ البال، وأكدت هذا بذهابها إلى ورقة بن نوفل بأن الرسول سوف يكون نبي هذه الأمة. بنشوف في نفس الوقت أيضا لما نيجي نعرض سؤال هنا يقول له: اذكر بعض السمات التي تميزت بها شخصية محمد عليه الصلاة والسلام. اقول له السمات، بنقول رقم واحد القدرة على حل المشكلات، مناصرة للمظلوم، التفكير والتأمل. هذه سمات تصفت به شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. في نفس الوقت ايضا بنتناول بعد ذلك
مراحل الدعوة الإسلامية. مرت الدعوة الإسلامية بمرحلتين، المرحلتين، المرحلة الأولى لما نقول المرحلة المكية والمرحلة المدنية. المرحلة المكية استغرقت 13 سنة، وخلال هذه ال 13 سنة أو 13 عاما بالله تعرض فيها المسلمين للأذى من المشركين. المرحلة المدنية بنقول عندنا أيضا بنقول قعدت 10 سنوات من خلال حتى وفاة الرسول من أجل تأسيس الدولة الإسلامية. لما نشوف المرحلة المكية اللي ظلت 13 عام وتعرض فيها للمسلمين الأذى كانت تنقسم إلى قسمين، بنقول بتنقسم إلى الدعوة السرية والدعوة الجهرية أو العلنية، السر والخفاء. السرية دي قعدت 3 سنوات الرسول يدعو في السر والخفاء والكتمان كل الأقربين إليه، كل من يثق فيه، كل من هو قريب إليه كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيدعوه إلى الدخول في الإسلام. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يختار بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. طب خد البيت دي ليه؟ ليكون مركز تربية أصحابه وكل من دخل الإسلام أصول القرآن ويعلمه أيضا مبادئ الإسلام. طب في الفترة دي ال3 سنوات كم واحد دخل الإسلام؟ اللي دخل الإسلام هنا حوالي 60 شخصية من جميع الوجهاء بتوع المجتمع في هذه الفترة. إذن شايفين الدعوة السرية كانت سرية وكتمان وعدم علانية، ودعوة كل المقربين للرسول، واتخذ بيت الأرقم ابن أبي الأرقم قلنا مقر لتربية أصحابه أصول القرآن والدعوة، ولذلك أسلم ودخل الإسلام 60 مسلم في هذه الفترة. الدعوة الجهرية جاءت بنقول هذه الدعوة بعد 3 سنوات، جه الإذن من ربنا سبحانه وتعالى أن يصدر دعوته، فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض هذا الأمر على بني عبد المطلب. الإسلام ظهر، جاله إعلان إلهي، بل لابد أن يظهر، تظهر الدعوة علانية، وبدأ يدعو بين القبائل والناس. طب هنا السؤال يقول لي إيه؟ هنا السؤال يقول لي قارن بين المرحلة السرية والمرحلة الجهرية للدعوة الإسلامية. المرحلة السرية نعمل جدول، واخد بالك يا محمد، نعمل جدول نقول وجه المقارنة، الدعوة السرية الدعوة الجهرية. في الدعوة السرية نقول استغرقت 3 سنوات، هذه الدعوة بنقول أخذ الرسول كانت في سرية تامة، اتخذ الرسول بيت الأرقم ابن أبي الأرقم مقر لدعوته لتعليم أصحابه، في نفس الوقت أسلم 60 مسلم. الجهرية اللي هي بعد 3 سنوات جاء الإذن الله سبحانه وتعالى أن يعلن الدين على الملأ أو أمام العالم، فبدأ يعرض الأمر على بني عبد المطلب والقبائل. دي الإجابة بتاعت بتاع السؤال. يبقى قارن بين الدعوة أو المرحلة السرية والمرحلة الجهرية للدعوة الإسلامية. بعد ذلك بنتناول أساليب قريش لمواجهة الدعوة الإسلامية. بنلاقي أساليب قريش لمواجهة الدعوة الإسلامية. لما بدأت الدعوة الإسلامية تظهر بدأت قريش بنجدها بنقول عندنا تحارب الرسول عليه الصلاة والسلام. الحرب دي عن طريق إيه؟ قال لك حرب الشائعات والأكاذيب. راكبين في شر الشائعات والأكاذيب لما واحد يكذب وواحد في نفس الوقت يوجه اتهامات ليس لها أساس. فبنجد بدأت قريش تستغل موسم الحج وبدأت تدعي بأن الرسول كذاب، الرسول يريد الزعامة، يريد السلطة، وبدأت تجيب شخصيات كبيرة زي بنقول عندنا الوليد بن المغيرة وأبي لهب. دول شخصيات لهم مكانتهم في هذه الفترة، فبدأوا يوجهوا الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام. شوف إشاعات وأكاذيب، شائعات وأكاذيب. طب وإيه كمان؟ قال لك المفاوضة والمساومة. قال لك نساومه ونتفاوض معاه. طب المفاوضات عن طريق مين؟ شافوا مين أقرب واحد إليه؟ قالوا عمه. فذهبوا إلى عمه وطلبوا منه أن يضغط على ابن أخيه أن يترك هذه الدعوة. فعرض عليه عمه فرفض. فقال له سر يا ابن أخي كيف في دعوتك؟
كيفما تشاء. والرسول رفض، رجعوا إلى أسلوب المساومة، عرضوا عليه المال والجاه والسلطة فرفض الرسول، دليل أن هناك عناية إلهية توجه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون صلب وأن يكون قوي. كذلك أيضا الإيذاء والتعذيب، بعد ما فشلوا في الأكاذيب، بعد أن فشلوا في الشائعات، بعد أن فشلوا في المساومة والضغط على عمه والعرض على الرسول السلطة والمال والجاه، بنقول بدأوا يتجهوا إلى توجيه الأذى إلى أصحاب الرسول والضعفاء من العبيد، فكانت النتيجة نتيجة هذا الأذى وهذه المبادئ السيئة التي تبعتها قريش هو الهجرة إلى الحبشة. كذلك أيضا من الشائعات أو من الأساليب التي تبعتها قريش وهي المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية. بدأت قريش توجه الأذى إلى أصحاب الرسول، بدأت قريش تريد أن تقتل الرسول، فبنجد عمه لما عرف جمع قومه وقال لهم أن قريش عاوزة تموت الرسول وتوجه له الأذى، فقومه أعلنوا التفاوض وأعلنوا المقاومة والوقوف بجوار الرسول، مما دفع قريش إلى أن تضع صحيفة المقاطعة. صحيفة المقاطعة دي عبارة عن لوحة، وضعت هذه اللوحة في الكعبة ونصت على الآتي، تمام، مقاطعة الطعام عن المحاصرين، مفيش أكل ولا شرب، اللي احنا بنسميه دلوقتي الحصار الاقتصادي، لما دولة عظمى تفرض حصار اقتصادي على دولة تمنع التعامل اقتصاديا، فقال ولا أكل، مقاطعة المحاصرين. طب وإيه كمان؟ بنجد أيضا التي اتبعته قريش في هذه الصحيفة لا تعامل ولا بيع ولا شراء ولا زواج ولا تزاوج من بني هاشم. ظل هذا الوضع حوالي 3 سنوات، بنجد المسلمين تعرضوا للأذى، تعرضوا للجوع، إلى أن قام فريق من أقارب قريش وأقارب في نفس الوقت بني هاشم وأعلنوا إلغاء هذه المقاطعة. بإذن شايفين، يقول لي أذكر الأساليب أو أثبت صحة هذه العبارة. تاريخيا اتبع قريش عدة أساليب لمواجهة الدعوة الإسلامية. بعد طول أقول له بنقول عندنا الشائعات والأكاذيب، المساومة والتفاوض، في نفس الوقت توجيه الأذى، في نفس الوقت أيضا بنجد عندنا المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية. هذا أسلوب اتبعته قريش من أجل القضاء على الدعوة الإسلامية أو دعوة الرسول، من أجل أن تحافظ على دينها وعلى مكانتها بين القبائل وعلى عبادة الأوثان والأصنام وعلى مكانتها، وأن الإسلام سوف يساوي بين العبد والسيد، فأرادت أن تحارب الدعوة الإسلامية بهذا الأسلوب. دي بالنسبة لأساليب قريش لمواجهة الدعوة الإسلامية. نهاية تاني يا محمد، يبقى الأساليب إيه؟ حرب الشائعات، في نفس الوقت أيضا التفاوض والمساومة، الإيذاء والتعذيب، المقاطعة، المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، لا زواج ولا تعامل ولا تجارة ولا تبادل تجاري ولا إعطائهم طعام، من أجل أن يضغطوا عليهم ويتركوا الدعوة الإسلامية. دي بالنسبة للجزئية ديت، ولذلك عرضنا السؤال قلنا اثبت صحة هذه العبارة تاريخيا، اثبات ودليل، اثبت اتبعت قريش عدة اساليب لمواجهة الدعوة الاسلامية. اجاوب هذه النقاط: الشائعات، الاكاذيب، تفاوض المساومة، في نفس الإيذاء والتعذيب، المقاطعة. دي الاجابة بتاعتي الشاملة. بنشوف بعد كده اساليب، بنجد اساليب الرسول لمواجهة ألاعيب قريش ومواجهة أساليب قريش. هل الرسول هيواجههم بهذا الأسلوب ولا لا؟ فنشوف مدى الحكمة ومدى القيادة ومدى في نفس الوقت العفو ومدى في نفس الوقت التخطيط الجيد، فبنجد الرسول اتبع عدة أساليب. أول أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. قال لك مش هقابل العنف بالعنف، لا، بالحكمة والموعظة الحسنة والتفاهم،
لان لو دخل في حروب قال لك هنفكك المجتمع، والمجتمع هنا ينهار وتتفكك الامه. فبدا منه بالحكمه والموعظه الحسنه. في نفس الوقت ايضا التامل، وفي نفس الوقت بنجد عندنا اتبع اسلوب، هذا الاسلوب الصبر والتامل. الصبر والتامل، كان الرسول يدعو المسلمين الى التامل وقال لهم صبرا يا آل ياسر فموعدكم الجنة. الصبر حلو، لما الواحد يواجه أذى أو تواجه مشكلة يصبر ويضع حمله على الله سبحانه وتعالى. فلذلك الرسول بدأ يهديهم وبدأ يوعظهم وقال لهم الصبر، ولذلك صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة. طب وإيه كمان الأساليب اللي واجهها بها الرسول إنقاذ المستضعفين؟ بنجد قريش بدأت تتبع أسلوب الضغط، أسلوب التعذيب، وأسلوب الشدة. فبنجد سيدنا أبو بكر الصديق بدأ ينقذ بماله كل ما يستطيع، أنفق كل أمواله من أجل إنقاذ أسرى المسلمين والضعفاء، كما أنقذ ودفع الدية لبلال بن رباح وأنقذه بماله. لذلك أبو بكر الصديق من الرجال العظماء الذين ضحوا من أجل الإسلام. في نفس الوقت أيضا البحث عن مراكز جديدة لنشر الإسلام خارج مكة. بدأ الرسول يفكر إزاي ننشر الإسلام خارج مكة بعد التعذيب اللي توجه له، وبسبب التعذيب والتنكيل للمسلمين وإنقاذا للدعوة الإسلامية خارج مكة. فمن هنا بدأ الرسول يبحث في ذلك. طب يبحث في ذلك إيه؟ إيه أهم المناطق التي من خلالها اتجه رسول لنشر الاسلام؟ المناطق اللي اتجه رسول لنشر الاسلام بنجد عندنا الهجره الى الحبشه. لما اجتاز اذى المشركين تجاه كل من دخل الاسلام وبداوا يقتلوا المسلمين وبداوا يعذبوهم، فالرسول حب يخفف عنهم فقال لهم الهجره الى الحبشه. سمعنا اشتغل الحبشه بالذات اللي هي الصومال حاليا، قال لك استغلها لأنه سمع أن هناك ملك مسيحي له دين سماوي عادل، رجل مسيحي اللي هو النجاشي الحبشي، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة. فبدأ المسلمين يهاجروا إلى الحبشة. ماذا فعل قريش؟ هل قريش كده هتسيب المسلمين يهاجروا خلاص؟ لا، تبعتت إليه إلى النجاشي مبعوثين من قبل قريش بيطلبوا منه أن يرجع المسلمين، وكان معهم الهدايا إلى النجاشي، قالوا رجعهم. فبنجد هنا موقف النجاشي إيه؟ كان موقف متميز. قال لهم أعطوني الفرصة أما نسمع لهم ونجري معاهم حوار، فأجرى حوار مع أبو جعفر ابن علي ابن أبي طالب. جعفر ابن علي ابن أبي طالب أجرى معه حوار واستمع له ورفض عودة المهاجرين أو عودة المسلمين المهاجرين إليه. يبقى شايفين لما يجي يقول لي ايه المناطق او المنطقه الرسول عليه الصلاه والسلام هاجر اليها، هي الحبشه. اشمعنى الحبشه؟ ليه؟ بسبب اشتداد اذاء قريش المسلمين، ووجه الرسول المسلم الهجره للحبشه لان بها ملك مسيحي عادل. موقف قريش ايه؟ اعترضت وبعتت الى النجاشي الرسل بتاعتها وهاعهم الهدايا ويطلبون منهم رد هؤلاء المسلمين. رافض النجاشي وقال لهم ما نستمع لهم، فتحاور مع المسلمين مع ابو جعفر ووجد ان المسلمين على حق فابقاهم في مدينه الحبشه. دي الهجره. طيب لما يجي هنا السؤال يقول لي، هنا ما يجي لي السؤال يقول لي بما تفسر؟ هنا بما تفسر يعني اذكر السبب. بيقول لي ايه بقى السؤال؟ بحث المسلمين عن مراكز جديدة لنشر الإسلام خارج مكة. ليه؟ هنقول السبب يرجع إلى، ها ياسر جاوب، ها ياسر قال إيه؟ السبب يرجع إلى إيه؟ رقم واحد التعذيب والتنكيل بالمسلمين وبطش قريش بهم. شوف، تعذيب وتنكيل وبطش واستخدام شدة، في نفس الوقت إنقاذ الدعوة ونشرها خارج مكة. فكان ده السبب في البحث عن بحث المسلمين عن مراكز جديدة لنشر الإسلام
خارج مكة. بنتناول أيضا الهجرة الثانية أو المناطق اللي هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، الطائف. في العام العاشر من البعثة بنجد الرسول توفى عمه، توفى زوجته، ونتج عن ذلك ان قريش استغلت هذه الظروف السيئة وبدأت تعذبه وتوجه الأذى للمسلمين. فالرسول قال نروح إلى الطائف لعلها تكون أرض طيبة. ولما راح الطائف عومل معاملة سيئة وواجه تعذيب هناك، فعاد إلى مكة. بعد ذلك بنقول الطواف بدأ يتجه إلى الطواف على القبائل بالهجرة إلى المدينة. الطواف على القبائل بالهجرة إلى المدينة بعد العودة من الطائف، بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل لقاءات مع القبائل. فقابل ستة في موسم الحج من قبيلة الخزرج، وبنقول عندنا عرض عليهم الأمر، أجرى معهم الحوار، فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام قبول ووعدوه بالدخول في الإسلام ومناصرته. بعد ذلك بنجد الرسول اتجه إلى، بنقول عندنا بعد ذلك اتجه إلى منطقة العقبة. عمل لقاء في العام بنقول الثاني عشر من البعثة في موسم الحج في منطقة العقبة، والعقبة تقع ما بين مكة ومنى. وبنجد هنا قابل كام راجل، 12 رجل من الأوس والخزرج. في بيعة العقبة الأولى قابل 12 رجل من الأوس والخزرج، وأجرى معهم حوار وأقنعهم وأعلنوا التأييد والمناصرة. بعد ذلك في العام الـ13 من البعثة، دي بيعة العقبة الثانية الكبرى، يتقابل في نفس المكان في منطقة العقبة مع 73 رجل وامرأتان، ودخلوا الإسلام وأعلنوا له التأييد، وفي نفس الوقت نشر هذه الدعوة. إذن لما نيجي نشوف عندنا المناطق اللي هاجر إليها الرسول خارج مكة، بنقول رقم واحد الحبشة، بنقول الطائف، بعد ذلك بنقول عندنا الطواف على القبائل وإجراء الحوار معهم، في نفس الوقت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بنعرض هنا سؤال، بنقول ما رأيك في موقف النجاشي ملك الحبشة؟ ده سؤال إبداء الرأي بيجي، سؤال إبداء الرأي بيجي. هذا السؤال مهم جدا، بيدل على أن الطالب فهم للموضوع ولا لا. سؤال إبداء الرأي جاء من إطار المادة العلمية التي تم عرضها وفهمها. بقول له إيه رأيك في موقف الملك نجاشي الحبشة تجاه المسلمين؟ موقفه بيتميز بالعدالة، ويتميز في نفس الوقت أيضا بالعدالة، وفي نفس الوقت أيضا بيتميز بالتوازن، لأنه قدر يوزن ما بين موقف قريش وموقف المسلمين، وفي نفس الوقت أيضا تفهمه لهذه القضية جعلت في نفس الوقت النجاشي من الرجال العظماء الذين استطاعوا أن يحققوا العدالة في موقف ما. حقق العدالة موقف، يبقى أوجه إليه الشكر والتقدير على أنه قام بالحفاظ على المسلمين وعلى مرد هؤلاء المسلمين إلى مكة مرة أخرى حتى لا يتعرضون للأذى، حيث أنه استمع إلى أبو جعفر بن علي بن أبو طالب ووجد أن هناك حقيقة واقعة، وهو أن هناك محمد وأن هناك دين سماوي. بنتناول أيضا بعد ذلك، بنقول طب ليه يثرب أقبلت، لماذا أقبلت يثرب على الدخول في الإسلام؟ يثرب أعلنوا الدخول في الإسلام وعزارة الرسول، شفنا بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الثانية. ليه يثرب أقبلت على الإسلام؟ بنقول حاجة يثرب في نفس الوقت إلى من يلم شملهم ويقضع الصراعات والفتن التي توجد ما بين الأوس والخزرج. الحاجة في نفس الوقت أيضا بنجد عندنا أيضا معرفة يثرب بأمر الرسالات وزمن وجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تميز أهل يثرب بالرقة ولين الطبع وعدم التكبر. يبقى هنا سؤال مهم يجيلي،
لو قال لي هنا السؤال بما تفسر إقبال أهل يثرب على الدخول في الإسلام، أجاوب ال3 نقط. أقول السبب يرجع إلى حاجة يثرب، إلى من يلم شملهم بعد حروب طاحنة بين الأوس والخزرج. في نفس الوقت أيضا معرفة يثرب بأمر الرسالات السماوية بأمر رسالات وزمن ظهور الرسول. في نفس الوقت أيضا أن أهل يثرب يتميزون بلين الطبع وعدم التكبر. طيب دي بالنسبة للمرحلة المكية. بنشوف أيضا المرحلة المدنية. هذه المرحلة بنقول المدنية، بنجد عندنا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يطالب هنا أصحابه بالهجرة إلى يثرب والحفاظ على الدين الإسلامي من أذى قريش. ففي نفس الوقت بنقول حاول قريش الخروج، منعوه من الخروج، وبدأوا ينكلوا بالمسلمين ويجوهم لهم أيضا أسلوب الخطف وأسلوب السجن، وكذلك وضعوا خطة من أجل مقتل الرسول، قعدوا في دار الندوة وكرروا مقتل محمد. فجاء الأمر الإلهي بينذر محمد بأن ينتبه بأن هناك مؤامرة لقتله. طب ليه الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يوجه الهجرة إلى المدينة المنورة؟ ليه؟ قال لك هناك أمر إلهي بالهجرة، مناصرة الأوس والخزرج. الرسول عليه الصلاة والسلام شفنا بعثة العقبة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. دي بالنسبة لما حدث. بنقول عندنا بالنسبة لما حدث في إقبال يثرب على الدخول في الإسلام. بالنسبة للمرحلة المدنية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يأمر أصحابه الهجرة إلى يثرب. في نفس الوقت أيضا أن هناك أمر إلهي دفع الرسول بالهجرة إلى يثرب. بنشوف عندنا بيقول لي قارن بين، ما يجي لي السؤال اللي قارن بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. على طول برضه بعمل الجدول، بقول البيعة تمت في منطقة العقبة في العام 12، بيعة العقبة الثانية في العام 13. في نفس الوقت بنقول في البيعة الأولى 12 رجل من الأوس والخزرج، في البيعة الثانية 73 رجل وامرأتان. سؤال برضو التاني، بما تفسر إقبال أهل يثرب على الدخول في الإسلام؟ برضو بنقول السبب يرجع إلى في نفس الوقت إيه، رغبة أهل يثرب أن في الدخول في الإسلام من أجل إنهاء الحروب الطاحنة بينهم الأوس والخزرج. إنهم عندهم إحساس أهل يثرب بأمر رسالات، أن أهل يثرب شعبها يتميز بلين الطبع وعدم التكبر. بنشوف عندنا بعد ذلك الخطة التي وضعها الرسول للهجرة إلى يثرب. إيه الخطة بقى؟ شوف الخطة بتاع الرسول اللي حطها عشان يهاجر إلى يثرب. ما احنا بنقول المشركين أو القريش عاوزة تقتل الرسول. طب إزاي وبدأوا يحطوا الأكمنة بتاعتهم في نفس الوقت بتحركات الرسول؟ فالرسول وضع خطة حكيمة تدل على أنه قائد. هذه الخطة تمثلت في إيه؟ إن بنقول أول حاجة اختار الرسول ابن عمه علي ابن أبي طالب أن ينام في فراشه في بيته، يقعد في بيته، نام على الفراش بتاعه. في نفس الوقت وكان هناك هدف لبقاء علي ابن أبي طالب، هو أن يرد الودائع لأصحابه. إيه الودائع ديت؟ واحد مسلمه عقد بيت، واحد مسميته عقد ارض، فكانت دي اسمها ودائع امانات. زي ما احنا بنقول الراجل ده في البلد دوت راجل الناس بتثق فيه، بيحط عندهم العقودات وبيحطوا عنده في نفس الوقت الشيكات، بيحط وصولات الامانه، الراجل موثوق فيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك انا هاجر، اذا لازم الودائع ترد الى اهلها. في نفس الوقت خرج الرسول ليلا وذهب الى بيت ابو بكر، وكان ابو بكر معد الراحلتين، جاهز الركوع بتاعتهم ومن اجل ان يتجه الى يثرب. بدا الرسول عليه الصلاه والسلام يتخذ في نفس الوقت ايضا طرق متعرجه، طرق متعرجه، طرق تضلل المشركين ما يعرفوش خط سيره. ولذلك بنقول الرسول عليه الصلاه والسلام استخدم هو وصاحبه طرقا غير مالوفه للهجره الى يثرب لتضليل المشركين اثناء البحث عنه. طب وايه كمان؟ الاستفادة من شخصيات. شخصيات مين؟
لها خبرة عبد الله بن أبي بكر عشان يرصد له تحركات المشركين. أسماء بنت أبي بكر في نفس الوقت للتموين والإعداد. أيضا عبد الله بن أريقت أريقت عبد الله بن أريقت لمعرفة طرق الصحراء. وبكده الرسول وصل إلى المدينة، وصل إلى يثرب وقابلوه بالترحاب والتهليل والمديح، وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة بناء الدولة. يبقى لما يجي يقول له ايه الخطة اللي وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام مع ان عندما هاجر الى يثرب ومن اجل ان يواجه خطر المشركين، اختار علي في منزله ينام في فراشه، والهدف منه ورد ودائع المسلمين ودائع الناس التي لديه الامانات. خرج من بيته ليلا وذهب لسيدنا ابو بكر وقد اعد راحلتين ثم توجه بها الى غار ثور. ايه كمان؟ بدأ يمشي في طرق معوجة، في طرق غير مألوفة للهجرة، طريق مش معروف عشان ما يقدروش يوصلوا لهم. اختار بعض الشخصيات مثل عبد الله بن ابي بكر لرصد تحركات، شوف لنا مين اللي رايح ومين اللي جاي ومين اللي بيتابعنا. اسماء بنت ابو بكر الاعداد والتمويل. في نفس الوقت عبد الله بن اريقط اللي معرفة طرق الصحراء. شايف دليل؟ واحدة بتمون، واحد في نفس يرصد المشركين بيعملوا ايه، واحد في نفس الوقت ما له معرفة طرق الصحراء. ووصل الرسول في امان عليه الصلاة والسلام الى يثرب، واهل المدينة قبلوه بالترحاب، وبدأ في بناء الدولة الاسلامية. يبقى لما يجي يقول لي ما رأيك، السؤال هنا لما يجي يقول لي ما رأيك في الخطة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة الى يثرب، أن نوزي الخطة خطة متميزة وخطة حكيمة استطاع من خلالها الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضلل المشركين. استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينجو من الخطة التي كان هدفها الصقر منه أو قتله. بإذن أحبائي الطلبة والطالبات، تناولنا في هذا الدرس مجموعة نقاط. عرفنا النقاط ديت في نفسه نقول عليها نتكلم، قلنا اتكلمنا عن مولد الرسول عليه الصلاه والسلام، خدنا عن شخصيه الرسول عليه الصلاه والسلام ملامح شخصيته، شفنا مولده، شفنا الصعاب اللي واجهته في طفولته، شفنا في نفس الوقت في شبابه ماذا فعل. اتكلمنا بعد ذلك قلنا ايه السمات التي تميز بها الرسول عليه الصلاه والسلام، سمات شخصيته، قدره على حل المشكلات، مناصره المظلوم، التامل. شفنا لما نزل عليه الوحي عليه الصلاه والسلام ماذا فعل وهو بيتعبد في غار حراء، نزل عليه سيدنا جبريل وقال له يا محمد انت نبي هذه الامه، واقرأ عليه سوره العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. وشفنا الرسول ارتعد وخاف وذهب الى زوجته السيده خديجه وهدأته السيده خديجه من الخوف وذهبت به الى ورقه بن نوفل وهدأها. وشفنا مرحله الدعوه، مرت مرحله الدعوه المدنيه والدعوه المكيه، وقلنا المكيه قعدت 13 سنه والمدنيه 10 سنوات. وشفنا اساليب قريش لمواجهة الرسول، حرب الشائعات والأكاذيب والإزاء والمقاطعة والمفاوضات وفي نفس المساومة وفشلت. شفنا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف واجه هذه الأساليب، قلنا واجه بالحكمة والموازاة الحسنة، في نفس الوقت التأمل، الصبر والتأمل، في نفس الوقت أيضا إنقاذ المستضعفين. بدأ يبص من نظرة نشر الإسلام خارج البلاد ومن دون مكة. شفنا الرسول اول ما هاجر، هاجر الى يثرب ثم الى الطائف. وشفنا بعد ذلك بعد الطائف ان الرسول عليه الصلاه والسلام بدا لما فشل في الطائف بدا يتجه الرسول عليه الصلاه والسلام الى اللقاء مع القبائل، وقلنا اتقابل مع القبائل وكان مع سته من الخزرج ودخل الاسلام، ثم بيعت العقبه الاولى ثم بيعت العقبه الثانيه، الاولى سنه 12 من البعثه، الثانيه سنه 13 من البعثه. الاولى دخل الاسلام قلنا 12 رجل، الثانية 73 رجل وامرأتان، فبنقول كان إنجاز كبير جدا. وشفنا بعد ذلك الرسول بدأ يفكر في الهجرة إلى يثرب، ولما فكر في الهجرة إلى يثرب قلنا بسبب الأمر الإلهي وبسبب تأييد الأوس والخزرج ودخولهم الإسلام ليه، فبدأ الرسول يهاجر إلى يثرب. وشفنا أهل يثرب كان لهم رغبة إنهم يخشوا الإسلام، إنهم أيضا يريدون أيضا دين جديد يقضي على الخلافات والصراعات اللي بينهم. يريد ايضا اهل يثرب في هذه الفترة ان يوجد هناك من يلم شملهم
وعندهم أيضا إحساس بأمر رسالات وزمن النبي عليه الصلاة والسلام ظهوره، وكذلك أيضا أن أهل يثرب يتميزون بلين الطبع وعدم التكبر. ولذلك شفنا بعد ذلك أن الخطة اللي وضعها الرسول الهجرة، قلنا شفنا ترك علي بن أبي طالب في فراشه، بعد ذلك أنه ذهب إلى سيدنا أبو بكر، وذهبوا إلى غار ثور في نفس الوقت، أيضا اختار مجموعة من الشخصيات مثل عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أريقة وأسماء، قلنا بنت أسماء بنت أبي بكر. دي بالنسبة للدرس الثاني من الوحدة الأولى. سنتناول الآن أيضا الدرس الثالث من هذه الوحدة. الدرس الثالث يا أحبائي بنقول عندنا بيتناول، بنقول دعائم بناء الدولة الإسلامية. دعائم بناء الدولة الإسلامية، لما الرسول هاجر ووصل إلى المدينة بنشوف مجتمع المدينة كان بيتشكل من إيه. نتناول مجموعة أحداث بنشوف عندنا تشكيل أو شكل المجتمع في المدينة كان شكله إيه. بنجد شكل المجتمع في المدينة، بنقول عندنا عند قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينقسم إلى قسمين، مجموعة قبائل، عند قبائل الأوس والخزرج وعند بعض القبائل اليهودية. مين قبائل اليهودية؟ عند قبائل قلنا بني النضير، وكان بتسكن وادي بطحان، قبائل بني قريظة وسكنوا وادي مهزور، وقبائل بني قينقاع وسكنوا وسط المدينة. شايف التشكيل المجتمعي؟ بنقول عندنا هنا في المدينة عند قدوم الرسول قلنا عندنا في قبائل أوس والخزرج وقبائل يهودية. مين قبائل يهودية؟ بنقول عندنا قبائل بني النضير، قريظة، في نفس الوقت بني قينقاع. طيب بنشوف بعد كده ايه العلاقة بين هذه القبائل ايه؟ دلوقتي عندي أوس وخزرج وعندي يهود متعددين اهم، قينقاع وقريظة وفي نفس الوقت بني النضير، بنشوف كيف كانت العلاقة بين هذه القبائل. بنقول العلاقة بين هذه القبائل بنقول ظهرت أو مرت بمرحلتين. في مرحلة، مرحلة الوفاق، مرحلة الوفاق ديت إن اليهود عاشوا بجوار القبائل العربية وسالموهم، كانوا عايشين في سلام ولم يفكروا في نشر دينهم بين هذه القبائل. دي مرحلة الوفاق، مرحلة السلام، إن كانت هذه القبائل اليهودية مع القبائل العربية كانوا عايشين في سلام ولم يفكروا في نشر دينهم. طب مرحلة الخلاف وتكوين الأحزاب دي ظهرت إمتى بقى؟ مرحلة الخلاف ظهرت لما بنقول عندنا قبائل الأوس والخزرج هاجروا. قبائل الأوس والخزرج أتوا إلى يثرب، تمام، أو إلى المدينة بعد انهيار سد دمشق. طب وإيه اللي حصل لما هاجروا؟ يعني بدأ هنا حالة يثرب الأوس والخزرج تتحسن، أوضاعهم تتحسن، فبدأ اليهود يحسوا هنا بإيه؟ يحسوا بالقلق ويحسوا بالمنافسة، فبدأ يحدث الصراع. يبقى لما يجي يقول لي ما وضع أو ما هي العلاقة بين القبائل العربية واليهودية، بنقول مرت بمرحلتين، مرحلة الوفاق ومرحلة الخلاف. الوفاق كانوا حلوين مع بعض، وأن اليهود كانوا بيسلموا القبائل العربية ولم ينشروا دينهم. الخلاف أتى لما جاءت قبائل الأوس والخزرج إلى يثرب بعد انهيار سد مأرب، وبدأت أوضاع الأوس والخزرج تتحسن، فبدأوا يفكروا هنا في المنافسة وتدبير الفتن والاضطرابات. طيب دي بالنسبة للوقائع أو بالنسبة لحالة المجتمع. إذا تشكيلة المجتمع كان بيتكون من أوس وخزرج وقبائل يهودية. طب العلاقة بين إيه؟ كانت علاقة وفاق وعلاقة عداء أو خلاف. الوفاء إنه عاشوا في سلام، والخلاف لما جاءت الأوس والخزرج إلى يثرب وبدأت أوضاعهم تتحسن، بدأ يظهر نوع هنا بقى من نوع إيه بقى هنا؟ من نوع من المنافسة والصراع. طب لما يجي لي السؤال هنا يقول لي إيه؟ هاردين سؤال. ما نشوف ياسر يجاوب يقول إيه؟ اكتب كلمة صح أو كلمة خطأ أمام العبارات الآتية مع تصويب الخطأ، أو ممكن اللي مع ذكر السبب في الحالتين. بيقول السؤال الأول إيه؟ سكنت المدينة بعض القبائل من اليهود.
العبارة هنا ايه يا محمد؟ صح، قبائل سكن بني النضير وقريظة وقينقاع. العبارة صحيحة، أقول العبارة صحيحة، حيث سكنت بعض القبائل المدينة من اللي سكنتها أول قبائل قريظة وقينقاع وبني النضير. طيب السؤال الثاني بيقول: لم تسود المسالمة بين اليهود والقبائل العربية في يثرب في مرحلة الوفاق. لم تسود المسالمة، العبارة تبقى ايه؟ العبارة خطأ، سادت المسالمة. قلنا في فترة الوفاق كان في سلام وفي استقرار، ولم يهل اليهود في نفس الوقت سلموا القبائل العربية ولم ينشروا دينهم، يبقى العبارة خاطئة. ماشي، سؤال صح وغلط لازم اعرف، انت في ثانوي عام لازم تدلل تصوب الخطأ. طب الخطأ صح ايه؟ طب والصح قلته صح ليه؟ بنشوف في نفس الوقت ايضا بنشوف رد فعل اليهود تجاه تحسن اوضاع الاوس والخزرج. ما رد فعل اليهود تجاه تحسن اوضاع الاوس والخزرج؟ بنشوف هنا اليهود ماشي، بنقول عندنا اوضاع اليهود، ما رد فعل اليهود تجاه تحسن اوضاع الاوس والخزرج في المدينه؟ بنقول اوضاع اليهود، بنقول عندنا، بنجد ماذا فعل اليهود؟ عقد اتفاقيات. اول حاجه عقد اليهود مع الاوس والخزرج اتفاقيه، اتفاق بين طرفين. طب الاتفاقيه دي بتنص على ايه؟ التعايش سويا، نعيش سوا، في نفس الوقت الدفاع عن المدينه، اي خطر يجي على المدينه نقف مع بعض ايد واحده ونرد خطر المعتدي، ونتعايش سويا، نعيش مع بعض. ولكن يا هل ترى هل هذه الاتفاقيه استمرت؟ لم تستمر الاتفاقيه، لم تستمر الاتفاقيه، بل نقضوها وقاتلوا الكثير من الاوس والخزرج. ادي نوع من المنافسه. شوف، بل يهود ليست لهم امان، المعاهدات بتاعتهم بتنقض، بينقضوها بدليلهم، قالوا نتعايش سويا، نتعايش سلميا، ندافع عن المدينة، ورغم ذلك نقضوه وقتلوا الأوس والخزرج بعض منهم. بعد ذلك لجوا إلى أسلوب بقى التفتيت. شوف بقى، لما يجوا مع أولاد عام ويفتتوهم، يكسروهم، يدوا الفتن بينهم، فبنجد اليهود عملوا تكتلات وتحالفات مع الأوس والخزرج. أول تكتل بنجد عندنا التحالف بين بني النضير وبني قريظة مع الايه؟ الاوس. بني قينقاع راحت مع مين؟ مع الخزرج، راحوا عاملين اتفاقيه، افسدوا العلاقه بين ابناء العم، عملوا تكتل وتكتل. طب النتيجه ايه؟ اشتعلت الحروب واشتعلت الفتن، وكان اخرها يوم بوعاس. حروب اشتعلت وقعدت سنوات ولم يخلصهم منها الرسول عليه الصلاه والسلام. بنجد عندنا دي الأوضاع اللي كانت موجودة في المدينة، وأن الظروف غير مستقرة. وبنجد لما جه الإسلام الأوس والخزرج أن يدخلوا في الإسلام أماليهم رفضوا، وأرادوا أن يحافظوا على دينهم وعلى مكانتهم، رفضوا الدخول. ده بنشوف الدعائم بناء الدولة الإسلامية إيه في المدينة، ما هي الدعائم، ما هي الخطوات التي اتبعها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي الخطوات. بنجد عندنا إنشاء المسجد المؤخاة بين المهاجرين والأنصار، في نفس الوقت أيضا البناء الاقتصادي، أيضا في نفس الوقت أيضا بنجد عندنا بناء القوى العسكرية. أبنائي وبناتي، شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، راجيا من الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم، مع تحياتي.